غادر معالي رئيس وزراء جمهورية طاجكستان الصديقة قاهر رسول زادة والوفد المرافق له البلاد اليوم بعد زيارة رسمية استغرقت 3 أيام. وكان في وداع معاليه على أرض مطار الكويت الدولي معالي المستشار في ديوان رئيس مجلس الوزراء رئيس بعثة الشرف المرافقة الشيخ الدكتور سالم جابر الأحمد الصباح وسفير دولة الكويت لدى جمهورية باكستان الإسلامية والمحال إلى جمهورية طاجكستان نصار عبد الرحمن المطيري.